السلام عليكم ورحمة الله. اليوم راح نشوف كيف نعمل هارد ريسيت لجهاز سامسونج جالاكسي اس 5 او مسح جميع البيانات على الجهاز. طبعا اول شيء راح اقوم بطفئ الجهاز كليا, حط اوكي, بعد ما تقوم بطفئ الجهاز لازم انك تعمل تلاحظ زر الباور وزر رفع الصوت وزر الهوم معا ضغطة, ثم ترفع اصبعك عن زر الباور تغلق دعس على زر الهوم وزر رفع الصوت. لما يجيك هيك بتقيم اصبعك. الان راح نشوف كيف بدنا نتحكم, بس بدي اقرب الصورة دقيقة. طبعا التحكم عن لهذه اللي عن طريق زر رفع وخفض الصوت وعن طريق زر الباور. طبعا الحين حننزل على الرابعة, واحد ننزل تنتين تلاتة رابعة نلعس زر الباور. طبعا تلعس ياس ديليت اول. انا ما بدي انه انا فرمت الجهاز, ولكن انت بدك تفرمته تلعس ياس ديليت اول. هان تلعب زر الباور, هيعمل عملية وحيخلص. بعد ما يخلص من هذه العملية الأولى تنزل على الخامسة هنا ويب كاش, تلعب على زر الباور وعطوه بيخلص. أنا حعملها طبعا هذا بعد ما تكون عملت الرابعة, تعمل الخامسة ثم تلعب ريبوت سيستم ناو, هيكون ان شاء الله الجهاز تفرمت عندك 100%. شكرا لمشاهدتكم. طبعا هذه طريقة ممكن تضبط على حوالي 90% من اجهزة السامسونج. شكرا لمشاهدتكم, لا تنسوا اللايك والسبسكرايب, والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.